أيها الحفل الكريمة، عشاق الأصالة والتراث، لا زالت تحدياتنا مستمرة عن طلقاتنا متواصلة من أرضية ميدان سيف العرب، حيث يأتي هذا الانطلاق الكبير وتابع انطلاق صوتنا الحادي عشر، إذن خاص بين بكار الحجاج، مسافتنا هي 3 كيلومترات. تتمنى التوفيق لجميع المشاركين. أذهب مع البداية مع الصدارة والقيادة، من تاتي على المقدمة على الصدارة في هذه اللحظات اللي هي غلا ملك حسن بن عبد الله بن غريطة الغفري، من ياتي يقدم لنا هو في هذه الصدارة، بينما المركز الثاني والتسللات القادمة أيها الحبل الكريم السيادة ملك حزاعة بن غاصب بن محمد البرطماني التي انتزعت بساط المركز الأول، بينما ثالث المراكز ثالث التحديات سالهودة علي بن محمد بن سلطان العويسي من ياتي على المركز الثالث، بينما رابع المراكز رابع التحديات وتابع هنا في هذه اللحظات اللي هي طموح ملك سيف بن حميد العليلي من ياتي على المركز الرابع، بينما خامس المراكز خامس التحديات وصلت مشكورة ملك محمد بن عبد الله بن علي بن رشيد الكتبي من ياتي على المركز الخامس. أعود مع البداية الصدارة مع المقدمة مع الانطلاق الأول، التحديات المثيرة على البداية الأولى على الصدارة، لا زالت هناك أسياد هزاع بن غاصب بن محمد البرطماني الله البرطماني على البداية الأولى، بينما المركز الثاني ثاني التحديات وصلت مشكورة مبارك بن راشد بن حمد الخيلي من ياتي على المركز الثالث والمركز الثاني والمركز الثالث. أيها الحفل الكريم، سلهودة ملك علي بن محمد بسلطان العويسي غير العويسي على البداية انتزع بساط المركز الأول، بينما المركز الرابع أيها الحفل الكريم أتابع الدخول أتابع التقدم مشكورة محمد بن عبد الله بن علي بن رشيد الكتبي على المركز الرابع والمركز الخامس. الله تابع التحديات القادمة والانطلاقات المثيرة على البداية الأولى، ما شاء الله ما شاء الله. أعود مع المقدمة أعود مع البداية أعود مع رقص المقدمة. الله يا سلام يا سلام، القيادة سلهودة علي بن محمد بن سلطان العويسي من يتقدم في هذه اللحظات، والقادم أيضا اذا السياد البرطماني، ولكن تابع للدخول التسلل من قبل مشكورة مبارك بن راشد بن محمد الخيلي، ايضا الدخول التحديات المثيرة في هذه اللحظات، اذا هنا الدخول من قبل مكرمة من تاتي سعيدة بن مبارك بن سالم بن راشد العمري من ياتي غير العمري على البداية الأولى على الصدارة والقيادة. الله يا العمري راح مع البداية راح مع الصدارة مع المقدمة مع الانطلاق الأول، إذن مكرمة على البداية سعيد بن مكرمة على البداية إذا سعيد بن مبارك بن سالم بن راشد العمري، لكن ارصد للقادم هناك. الله يا سلام يا سلام، مشكورة مبارك بن راشد بن محمد الخيلي الخيلي من ياتي على المركز الثاني. الله الله، والمركز الثالث هناك أيها الحبل الكريم ثالث المراكز، إذا مشكورة محمد بن عبد الله بن علي بن رشيد الكتبي، اكتبي بهذا القدر وارصد القادمة، ارصد الظبي محمد بن سعيد بن راشد الربيعي من ياتي، لكن الأمتار الأخيرة الأمتار مجنونة. يا سلام كرمة محمد سعيد بن مبارك بن سالم بن راشد العمري، يطير بالسلامات يطير بالتحديات. الله الله يا السلطنة على هذا الأداء، لكن الضغوطات من قبل مشكورة مبارك بن راشد بن محمد الخيلي، لكن خلاص قفل على الشوط. مكرمة سعيد بن مبارك بن سالم بن راشد العمري، اسعد الله صباحك يا العمري على هذا الفوز، وسلام للسلطنة على هذا الأداء الكبير، تهانينا والنامات لحظات وصول مكرمة سعيد بن مبارك بن سالم بن راشد العمري على هذا الفوز والانتصار، لا منافس ولا منازعة، أوامر طفيفة صدرت إذن على مكرمة، تهانينا. المركز الثاني أيها الحبل الكريم، المركز الثالث وصلت أيها الحبل الكريم مشكورة ملك مبارك بن راشد بن محمد الخيلي، والمركز الثالث وصلت أيها الحبل الكريم اللي هي الظبي ملك محمد بن سعيد بن راشد الربيعي. إذا نعود بالتهنئة والناموسة لمالك مكرمة سعيد بن مبارك بن سالم بن راشد العمري، التوقيت الزمني 4:27، تهانينا لسعيد بن مبارك بن سالم بن راشد العمري.